بسم الله، عندنا تمرين سيتد ني اب للكور، ومن ضمن عضلات الكور عضلات البطن. التمرين ده ممكن يتعمل على كرسي، على دكة، على اي او على كنبة، وات ايفر، بقعد على صندوق بتاع القفص عادي، ظهري مفرود، برفع ركبتي وارجع فردها للامام من غير ما تلمس الارض. واحد، اثنين، ثلاثة. طبعا احنا محتاجين ان احنا نجيب 20 عدة، في 4 مجموعات و30 ثانية راحة بين المجموعات.